إلى شرح مطول للفوائد التي ستعود على أطفال هم في أشد الحاجة إلى المساعدة والرعاية. هؤلاء الأطفال الذين نعتبرهم فلذة أكبادنا ونواة كريمة لمستقبل بلادنا، فباسم المروءة والإنسانية أناشدكم أن تساهموا في هذا المشروع الخيري، وإني واثق أن أحدا منكم لن يضن بجهد أو ما. والآن أيها الزميلات والزملاء، أقدم لكم صاحب المشروع وأمين صندوق الجمعية، رجل الإنسانية والمروءة، حافظ أمين. استغفر الله استغفر الله. بصراحة أنا فكرت في مشروع الوحدة الصحية لأبناء وعمال موظفي الجمعية لحاجة في نفسي. زي ما انتوا عارفين أنا محروم من الأولاد، ومش ممكن ألاقي راحتي أو سعادتي أو وجودي في الحياة إلا في إسعاد الطفولة البريئة. والظاهر الأطفال في الجمعية عارفين نقطة الضعف اللي فيا، دايما يغمروني بحبهم. أسعد لحظة عندي لما يحطوا إيديهم في جيوبي وياخدوا البونبوني والشوكولاتة. في الواقع أنا باخد منهم كتير ابتسامات حلوة بتخليني أحس إني أب لهم كلهم. أنا لا يسعدني بالمرة إنه قال عني رجل الإنسانية والمروءة، إنما يسعدني أكتر لما أسمع الكبار والصغار وهم بينادوني بابا حافظ. والآن نفتتح كشف التبرعات. أيوة، مين من السادة حيفتتح التبرعات؟ السيد خالد الشيمي. 50 جنيه. 50 جنيه السيد خالد الشيمي. دكتورة همة عبد العزيز. 50 جنيه. 50 جنيه. دكتور محمد مصطفى وحرمه. 65 جنيه. 65 جنيه. الأستاذ يوسف عوف. 20 جنيه. 20 جنيه. الأنسة وفاء راغب. 50 جنيه. 50 جنيه. الأستاذ كمال عبد الله. 90 جنيه. 90 جنيه. متشكرين يا أستاذ كمال. الأنسة إكرام حسن. 10 جنيه. 10 جنيه. في حد تاني؟ المهندس أحمد عبد مصطفى. 70 جنيه. أيوة يا نهاد. برضو 100 جنيه؟ لا قرش. الطفلة نهاد أحمد مصطفى 300 قرش. ودلوقتي يا حضرات الزميلات والزملاء، قبل ما نختتم اجتماعنا اسمحوا لي أضيف مبلغ المتواضع إلى قائمة تبرعاتكم، 500 جنيه. وصلت شؤون تبرعت فعلا ب 3000 جنيه. وزارة الصحة وعدت باستكمال المستحضرات الطبية. أنا مستعد أخصص من وقتي 3 أيام في الأسبوع. دي حاجة جميلة جدا يا دكتورة. إيه يا بابا حافظ؟ أهلا حبيبتي بالحضن. أهلا. إيه يا بابا حافظ؟ صديقي الحميم. أهلا. مع السلامة يا حسن. الله يسلمك. مع السلامة سيد أحمد. يا حافظ بيه. أيوة رشاد. عملت إيه؟ أنا خلاص يا فندم قفلت الحسابات. أي خدمة؟ كده؟ طب تفوت عليا في البيت علشان نكمل ميزانية المشروع. إمتى يا فندم؟ هتصل بيك قبل ما امشي. انا اسف يا رشاد اذا كنت هتعبك. تحت امرك فندم. اي خدمه. متشكر. رشاد ده ولد مخلص قوي. ابن حلال. ده 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 شكري هنا. وماله واخد ركن لوحده كده؟ الله الله، الكاس نمره كام ده يا شكري؟ ايه ده يا شكري وعلى الصبح كمان؟ ولا حاجه، هو جه لقى التبرعات نازله ترف عقله قال له زور. مش كده يا شكشك؟ مالك يا شكري؟
هيوصلك امتى؟ النهارده الصبح ومش عارف اعمل ايه، مش عارف. في ايه الجواب ده؟ العصابه اياه بتهدده يا يدفع 3000 جنيه يا يقتلوا ابنه. مجرمين كلاب. ده ما فاتش على حكايه اسعد اكتر من شهرين، وهيفس عليهم ايه اذا كانوا بيقبضوا؟ وما دام الدبابونه كده مش هيسكتوا عنا ابدا، هيشطبوا علينا واحد واحد. معنى كده ان اي واحد فيكم يوصل له جواب زي ده هيدفع. طبعا. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا مدحت؟ امال يعني افقد ولد من اولادي؟ يعني انت بتشجع شكري على انه يدفع يا حافظ؟ لا لا، ده كلام فارغ. لازم يبلغ البوليس، لازم. انت ناسي حكايه اسعد، ده ما لحقش يبلغ البوليس، خرج من هنا وقبل ما يوصل للبوليس كانوا موتوا ابنه. دول ما بيهزروش، يا الدفع يا القتل. ده كلام فارغ. حافظ راح فين؟ هبلغ البوليس. ارجوك يا حافظ، ده انا ما عنديش غير ولد واحد، ما تمش 8 اشهر. ارجوك يا حافظ. يعني هتدفع يا شكري؟ كل شيء اتعوض الا ابني. اسمع يا شكري. نعم. انا عندي فكره. نعم. انت مش ضروري تقعد في اسكندريه، ما تسافر اي بلد تانية، ومش معقول العصابه هتجري وراك. والله فكره كويسه. اسمع كلامي يا شكري، من بكره تسافر مصر، بورسعيد، المنصوره، الصعيد حتى. اروح مصر، هناك زحمه ومحدش عارف حد. طب نصيحتي بقى، محدش يعرف عنوانك هناك بالمرة. علبة كليوباترا من فضلك. ألاقيش مع حضرتك فكة؟ لا والله متأسف. شغلانه مستعجله. شمعة، حضر العربيتين. سليم، عمري فين؟ عمري، عمري انت وسليم اللي هتخرجوا العمليه دي. اتحرك. Thank you.
ماتوا كلهم؟ العيل سابوه زي ما هو، بس بس ايه؟ عمري حجز 100 جنيه زيادة عن نصيبه. ليه؟ عناوة؟ وعمل ايه؟ ساق عربية وزن على راجل في الطريق، خد فيها 50 جنيه، ايه عايزينها؟ اقتلوه. عمري ده طماع، هيعمل لي فورتينا من الرجالة. لو سبنا له الحبل مش هنعرف نلجمه أبدا. ومش بعيد لو بعتناه في يوم من الأيام في شغلانة يلهف الحصيلة ويقلع. هخليه يرجع ال 100 جنيه. وال50 جنيه نصيبه كمان، أدبا له. أصل في الحقيقة عمرو ده واد جدع وفهلاوي وجريء، مش هنعرف نعوضه أبدا. وعليا أنا مع السلامة. الو، مين يا فندم؟ دكتور فايز؟ اهلا اهلا دكتور فايز، ازاي صحتك؟ لا والله ما بلغنيش حاجه ابدا. حادثه؟ حادثه ايه؟ كفى الله الشر. لا، شكر ومراته ماتوا في حادث؟ لا حول الله، ده خبر مؤلم جدا جدا جدا. والولد؟ الولد الحمد لله. البوليس بيحقق دلوقتي. طبعا اجيلك حالا. لا ضروري احضر حالا، هكون عندك. والوحيد اللي اقترح ابلاغ البوليس واصر في الحاح هو السيد حافظ امين، امين صندوق الجمعيه. لكن للاسف باقي الموجودين اقنعوا الضحيه انه يهرب، فقرر السفر في الفجر هو ومراته وابنه. اذا نقدر نستنتج ان واحد منهم هو اللي بلغ العصابه. وليه ما يكونش الواحد ده من افراد العصابه؟ وعلى وجه التحديد الرأس المدبرة، بيتصيد ضحاياه من أعضاء الجمعية، لأنه من السهل عليه أنه يعرف أخبارهم، مركزهم المالي، المبالغ اللي يقدروا يدفعوها. والدليل واضح على كده أن الضحية ليلة الحادث قال له زملائه أن المبلغ المطلوب وهو 3000 جنيه عنده في البيت. في الواقع أن العصابة خطيرة ومنظمة، لأنها ما بتسيبش أي دليل وراها. فعلا، معنى كده أن احنا هنسكت لغاية لما يرتكبوا جريمة تانية. لا طبعا، المهمة الأولى لرجال الأمن منع الجريمة قبل وقوعها. ده مستحيل إلا إذا حصل تبليغ، وده ما بيحصلش أبدا. الناس ما بتساعدناش، العصابة مخوفاهم وأثبتت لهم إن تبليغ البوليس ما يوقفهاش عند حد. إحنا على الأقل لازم نحاول نطمن الناس، وفي نفس الوقت نصارحهم بالحقيقة، نقول لهم إن إحنا بنقف عاجزين أمام أي خطر مصدره مجهول، زي الدكتور ما يعجز عن شفاء المريض إذا أخفى عنه أعراض المرض. ننشر هذا الوعي بكل الوسائل، في الجرائد، في المجلات، عن طريق الإذاعة، التلفزيون. سيداتي سادتي، كلمتي دي موجهة إليكم جميعا وإلى أهل اسكندرية بصفة خاصة. معظمكم سمع عن الحادث المؤلم اللي وقع في الطريق الصحراوي. ده مش حادث، دي جريمة دبرتها عصابة خطيرة عشان تستولي على مبلغ 3000 جنيه. 3000 جنيه تساوي حياة رب أسرة وزوجته. ماتوا وسابوا طفل رضيع أصبح مجهول المصير، يتيم الأب والأم، ملوش سند ولا معين. الأب وصله جواب من العصابة وكان لازم يبلغ البوليس، لكن للأسف خاف وهرب هو ومراته وابنه، فكانت العصابة لهم بالمرصاد. فأرجو أرجو كل فرد منكم إذا وصلوا أي تهديد يتصل بينا فورا. دي المساعدة الوحيدة اللي بنطلبكم بيها، وأؤكد لكم لو تعاوننا جميعا وكانت عندنا القوة والشجاعة هنقضي على هؤلاء المجرمين اللي بيهددوا أموالنا وأرواحنا. ده مظبوط. ولعل في مأساة هذا الطفل البريء اللي بيرجوكم بصرخاته البريئة المتوسلة ما ينزع الخوف من قلوبكم ويخليكم تبحثوا معاه عن قتلة والديه. أنا هتبناه هيبقى ابني.
ابني. مبرمين. إلين وحشاني. انت كمان ما تعرفش قد ايه. 20 يوم ما شفتكيش دلوقتي. اعمل ايه يا حبيبي، ظروفي كده. انا كنت هضرب لك تليفون. نو حافظ، انا قلت لك كتير جوزي مجنون. يا حياتي، انا اللي بكسب الوف الجنايات وانت املي الوحيد في الدنيا، ونعيش محرومين من بعض. انا حظ وحش، لو كنت عرفتك قبل ما تتجوزي. لكن يا خساره. أنا وياك هو يا حبيبي، أنا ليك أنت بس على طول. يا حياتي، أنت بتشرب إيه؟ ويسكي؟ أنا هشرب وياك. كل سنة وأنت طيبة. زي النهاردة شفتك في السبب. ميل ميرسي حافظ، بس انا مش ممكن اخد الكادو ده. ليه؟ ذوق وحش وانا مش عاجبك. حبيبي افهمني، جوزي عارف ليا صاحب، وبشوفه وبقابله وبحبه، كل كادو تديهوني ياخده يبيعه ويلعب قمار بالفلوس. فانت تخسر فلوسك ليه؟ عشان ايه؟ يا حياتي يا إلين، يا حياتي، انا بكره جوزي خالص. امبارح قلت له يطلعني بقى زي المجنون، مش عشان بيحبيني، نو، عشان الفلوس. مسك سكينة وقال انا موتك انت وصاحبك. فأحسن بلاش نتقابل تاني. إلين، تعرف ان انا ما اقدرش اعيش بعيد عنك. انا خايف عليك يا حبيبي، انت راجل مركزك كبير، انا هعملك مشاكل كتير. اسمع، جوزك ده يصر عليه اناني طماع بيحب الفلوس. شوفيه عايز كام ويطلعي. قلت له ياخد فلوس، عارف قال لي ايه؟ سافل المجرم. قال لك ايه؟ مش ممكن يديله المبلغ ده، مش ممكن. كام؟ 5000 جنيه. ويطلعي وبعد كده نتجوز ونعيش مع بعض على طول. يا ريت يا حبيبي، يا ريت. يا حياتي يا ليه، 5000 جنيه مش كتير عليكي. قولي له بعد اسبوع هيكون عنده المبلغ. مكالمه تليفونيه من كابينه عمومي، رقم التليفون 20952، يطلب المهندس احمد عبده. مش بتكتب ليه؟ بلاش الشغلانة دي دلوقتي. حصل ايه؟ عمري مالك؟ شغل. عشان رجعت منه 100 جنيه؟ ايوه. يغور في 60 داهية. ايه يعني؟ مش هنعرف نشتغل من غيره ولا ايه؟ انا خايف يبلغ عنه. عنه؟ عن مين؟ عن زمايله طبعا. ساعتها يبلغ عن بتاع السجاير. بتاع السجاير هيجيب رجلنا، لان انا اللي بديله التعليمات بالحبر السري. هو فاكر ان انا رئيس العصابه. انت بعيد، محدش يعرفك. بلاش كلام فارغ. عمري ما خرجش علشان يبلغ عنه، لا، عمري خرج علشان يشتغل لحسابه. بكره يرجع ينط على بيوت الناس. كمل كمل استاذ احمد عبده. المبلغ 5000 جنيه، المهلة أسبوع. مع السلامة.
في مساء وصباح تلبايا ماما قلبي وأفراح وهنا في مساء وصباح ما لقيت فرحا في الدنيا زي ألو. الفرحة ألو. في نجاة وطي الصوت شوية يا سمير مش عارف أسمع قلبي ألو وأفراح أيوة أنا يا فندم مساء الخير يا فندم مبلغ 5000 جنيه والمهلة أسبوع مين يا أحمد؟ مين اللي كان بيتكلم؟ العصابة ياها؟ أيوة اقفل التلفزيون يا سمير يا مات لسه مخلص اسمع الكلام وانت يا عيشة خدي اخواتك يلا اطلعوا على فوق يلا يا نهاد يلا في ايه يا مام مالك يا بابا تعبان بابا كويس يلا انت اخواتك على فوق هيا يا احمد عاوزين كام 5000 جنيه هتدفعهم طبعا الموقف مش عايز تفكير يا احمد انت عندك الفلوس في البنك راس مالي اللي بشتغل بيه اللي بربي عيالي بيه انا هلكت وصحتي راحت عقبال ما عملت القرشين دول انا هبلغ البوليس مش ممكن ده يحصل فاهم مش ممكن ما هو اذا دفعنا نبقى احنا مجرمين اللي بنساعدهم مره واحده بس نقف قصادهم بشجاعه ونبلغ البوليس هو اللي هيساعدنا مش هيقدر اوعى انت بس احمد الفلوس اللي هتروح تيجي غيرها لكن ولادنا مش هنعوضهم يا احمد الو احمد محافظه اديني الامن العام ايوه ايوه رئيس المباحث الجنائيه احمد اعمل معروف يا احمد ابوس ايدك الو انا المهندس احمد عبده العصابه كلمتني بالتليفون من شويه وهددتني بخطف بنتي اذا ما كنتش هدفع لهم 5000 جنيه والمهلة اسبوع كده طب اديني عنوانك من فضلك ايوه طب اطمن هنتخذ لازم عظيم ايه خير يا فندم العصابة هددت واحد دلوقتي بخطف بنته ان ما كانش يدفع 5000 جنيه وايه العظيم في كده يا فندم انه بلغنا هو بنفسه اللي كان بيكلمني دلوقتي وبيسنجد بينا علشان نحميه عظيم يا فندم فرصة من ذهب احنا لازم نروح له دلوقتي بزيطة كبيرة علشان نطمنه ونطمن الجيران اللي حواليه والخبر طبعا هينتشر في البلد فكل الناس تشجع وتبلغنا وبكده هنقدر نقبض على العصابة يلا بينا مساء الخير يا فندم مساء النور انا رئيس المباحث اسماعيل حمدي اتفضل متشكر انا جاي اطمنكم ان اداره الامن العام اتخذت جميع الاحتياطات اللازمه والبوليس دلوقتي مشدد الحراسه حوالي الفيلا حد كلمكم في التليفون بعد ما اتصلتوا بينا كلموني من النادي علشان اروح اسهر وياهم فاعتذرت قلت لهم ان العصابه هددتك واني بلغت البوليس كويس في خدامين موجودين وبيروحوا بالليل من هنا ورايح اي حد يدخل لازم نتحقق من شخصيته وبخصوص الاولاد والمدرسه هيكونوا تحت الحراسه يستحيل دي فرصه للعصابه عشان يخبطوهم بعربيه يضربوهم بالرصاص ما تخافيش يا هان البوليس هيكون وياهم انتوا يهمكوا ايه يموتوا كلهم عشان تمسكوا العصابه يا هانم الاولاد هياخدوا اجازه من المدرسه ويفضلوا هنا قدام عيني اللي ريحك المهم يفوت الاسبوع على خير حر الضابط هيفضل معاكم على طول عن اذنكم العصابة
هتوصل لغرضها قبل ما يفوت الاسبوع. مش هتقدروا تعملوا حاجه ابدا. مش هتقدروا تعملوا حاجه. طولي بالك. اطلعي فوق. اطلعي فوق. اتفضلي يا حضره الضابط. الو، انتوا بلغتوا البوليس؟ طب خدوا بالكم من عيالكم كويس. العصابة مش كده؟ ألو ألو. شايف أنا مش قلت لك هيعمل إيه البوليس؟ أنت هتفيد لي ولادي عشان خاطر الفلوس. مراتي وولادي عايشين في رعب، لا بياكلوا ولا بيشربوا ولا بيناموا، ودي حالة محدش يستحملها أبدا. أرجوك تهدي أعصابك. المهلة فات منها 5 أيام دلوقتي ومحدش منهم اتجرأ وهوب ناحية الفيلا. مش هيسكتوا، هيجددوا المهلة مرة وتانية وتالتة، وفي لحظة هينتهزوا الفرصة ويضربوا ضربتهم. ده مستحيل، مش هيحصل. الحراسة هتستمر مهما طالت المدة. لكن احنا محبوسين في الفيلا، انا انقطعت عن عملي، الولاد ما بيروحوش المدرسة، وده اللي هم عاوزينه. هيفضلوا ورانا لحد ما نفقد اعصابنا وندفع الفلوس. يا سيد احمد، المفروض انكم تستحملوا شويه. والنتيجه ايه؟ ما هو لو كانت في نتيجه كنا استحملنا. تاكد في النهايه العصابه هتيأس وتترك العمليه، وده بس اللي انتوا عاوزين توصلوا له. طب ما هو لو سابونا هيروحوا لغيرنا، ده مش اجراء عملي ابدا ابدا ابدا. ما هو يا تشوفوا لكم حل يا تسيبوني ادفع واخلص. سيبنا شويه يا محمود. سيجارة؟ لا متشكر. 2 قهوة يا مرسي. حاضر يا فندم. متشكر. أنا لازم أكون في البيت دلوقت. ما تقدرش تتصور الولاد حالتهم إزاي. أنا مش هعطلك كتير، يا دوب نشرب فنجان القهوة سوا. اتفضل اتفضل سريح. يعني كان لازم حفلة عيد ميلاد؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ الولاد مكتومين بقالهم 6 أيام، مش لازم نفرفشهم حبة. دي ما بقتش عيشة، ده سجن. أنا خلاص ما بقتش أستحمل أكتر من كده. هانت يا إحسان هانت، كلها يومين وتخلص المدة. مش هيسيبونا، يا ندفع يا حد مننا يموت، ويمكن يموتونا كلنا. كل سنة وأنت طيبة. تشكيلة قوي يا بابا حافظ. إيه إيه بونبوني إيه، أنتوا هتاكلوا تورتة جوه. أهلا حافظ، انت دايما تيجي على اخر دقيقه كده. يلا يا جماعه اتفضلوا. اتفضلوا. الو. كل سنه وانتم طيبين، بس ما تشربوش الشاي. اللبن مسموم. ما حدش يشرب من الشاي، اللبن مسموم. مسموم؟ بدوني بنتي بنتي. الو، اديني رئيس المباحث من فضلك. دي مش عيشه دي. ده مش كلام، ده شيء زياده عن اللزوم. وبعدين البوليس يطلب مننا اننا نبلغ، وادي اخرتها، كنا كلنا هنروح في ده. يا ترى الدور على مين فيكم بعد كده؟ يلا بينا. يلا بينا. انا متاسف قوي اللي ازعجته. بالعكس، ده احنا اللي متأسفين على اللي بيحصل ده، وربنا معاك. مساء الخير يا جماعة. مساء الخير. انتوا كنتوا ماشيين ولا ايه؟ في الواقع الموقف اصبح صعب جدا. على العموم الموقف انتهى خلاص. ايوه، انا هدفع الفلوس للعصابة كده اهو مرة واحدة. تقدر تقول لي سيادتك هتستنى ايه بعد كده؟ تبقى العصابة نجحت في مهمتها، فضلوا يخوفوكوا لغاية ما سلمتم. دول سمموا اللبن يا فندم. يا سلام. طب اتفضلوا معايا. انتوا بتشتروا اللبن سايب ولا مبستر؟ مبستر والأزاز مقفولة. وازاي بقى قدروا يحطوا السم في اللبن؟ اللي انا مندهش له اكتر، ازاي العصابة عرفت ان احنا بنشرب شاي ولبن وفي اللحظة دي بالذات؟ تسمحوا لي يا فندم. ايه يا حضرة الضابط؟ طب هم خايفين، والخوف هو اللي مخليهم يعملوا كده. وانت كمان يا ضابط يا همام،
خليك جنب التليفون واي حد يتكلم انا اللي هرد عليه. كل سنه وانت طيبه وانت مازال. انت طيب. ان العصابة بتخوفكم؟ اتفضلوا يا جماعة خدوا راحتكم، كلوا واشربوا وهيصوا، دول شوية رعاع او باش، ان ما تمسكوش النهاردة هيتمسكوا بكرة. وتأكدي يا هانم ساعتها هتشعري بالفخر والسعادة لانك كنت السبب في القبض على العصابة. تسمحي معايا؟ على فين؟ اعاين الفيلا. عن اذنك يا باش مهندس اتفضلي. دي اوضه النوم، كلنا دلوقتي بنبات هنا في اوضه واحده. اسمعي يا هاني. ايوه. انا هكلمك بصراحه. اتفضل. وانا بشرب اللبن ما كنتش متاكد ان كان مسموم ولا لا. شفتي بقى مهمه البوليس صعبه ازاي؟ ما علينا. انا عايزك تثبتي وتخلي قلبك جامد. انا هعتمد عليك انت. انت بس. ما تخليش جوزك يدفع ولا مليم. وأؤكد لك هنقبض على العصابة الليلة. يا ريت. نيم البنت في سريرها. حاضر. عاوز منك خدمة دلوقتي. أيوه. الساعة دي بنقيس بيها الزمن. ستوب واتش. أيوه عارفة. انزلي دلوقتي مع ضيوفك، اضحكي في وشهم ودوري مزيكا وارقصي وكل حاجة. فجأة أنا هزعق. تطلعي جري. وطبعا هم هيطلعوا وراكي. المهم تكوني أول واحدة توصلي هنا. وبعدين؟ وبعدين أنا هطلع لك المجرم من وسطهم. البوليس مهتم المرة دي بالموضوع. ما هو لازم كده، الحكاية أصبحت ما تحتملش السكوت. أصلها ما عادتش فلوس وبس، دي أرواح ناس بتضيع. في إيه يا إحسان؟ مفيش حاجة. وفين الضابط؟ بيعاين فوق. اقعدوا يا جماعة، خليكوا معايا شوية لغاية أعصابي ما تهدى. دور البيكاب يا أحمد. اتفضلوا اتفضلوا. اتفضلوا يا جماعة التورتة واشربوا الشاي. ولا بلاش الشاي إذا كنتوا خايفين. بنتي. بنتي خطفوها. ساب الجواب ده. جواب 6000 جنيه او حياه بنتكم. الحقوه. فين الضابط؟ ايه في ايه؟ سيادتك بعت واحد ضابط. انا ما بعتش حد. واحد من العصابه انتحت شخصيه ضابط ودخل خطف البنت. ازاي حر الضابط ده يحصل وانت موجود يا فندم؟ ده وصل في عربيه بوكس. والبنت كانت فين لما اتخطفت؟ فوق يا فندم. ولما طلع فوق ما طلعت شوية ليه؟ أنا ما شكتش لحظة في شخصيته، وده اللي خلاني أسيبه يتصرف زي ما هو عايز. اتفضلوا معايا كلكم. الصورة ديت هو اللي خطف البنت؟ أيوه هو. أنا شخصيا متأكد منه 100%. إبراهيم سيد العقدة الشهير باسم فرانس، سنه 32 سنة، أخطر مجرم في حوادث النصب والسرقة والسطو، متخصص في فتح الخزن وسرقة البنوك. وصل قبل احترافه الإجرام إلى مرحلة التعليم الثانوي، يتكلم بعض اللغات ويجيد التنكر.
حكم عليه مرة واحدة بالسجن 10 سنوات وقضى المدة وأفرج عنه من سنتين. خد يا حارس الظابط، تنشر صوره في جميع الجرائد والمجلات واعلن عن مكافأة 2000 جنيه لمن يقبض عليه أو يرشد عنه. حاضر يا فندم. اتفضل. عمري هو اللي عملها، اتلم على فرنس وفضلوا مستنيين لغاية ما سوينا المسألة وخلاص هناكلها وراحوا خطينها مننا. أبو البنت كان خلاص هيدفع 5000 جنيه هيدفعهم. أنا مش مجنني غير فرنس، خد البنت وأنا واقف، فات من تحت درسي. لا معلش، أنا وهو والزمن طويل. ما تسيب الشغلانة دي وخلاص. مش ممكن، رجالتنا لازم يدوروا على عمري ويجيبوه من تحت الأرض، هو اللي هيدلنا على مكان فرنس. اكتب ده عندك ويتنفذ في الحال، في الحال. صباح الخير يا ابراهيم. صباح الخير يا فندم. يا مجدع، انت صاهر ما نمتش خالص الليله. البنت فضلت تعيط طول الليل وفين وفين، عقبال ما حيلتها وسكتت. هي فين؟ جوه يا فندم. لا سيبها. انت دلوقتي نجحت في النص الاول من الخطه، المهم انك تنجح في النص التاني. وده بقى يا سعاده البيه، انك تدخل في وسط العصابه وتبقى واحد منهم، واول عمليه يعملوها بعد كده تبلغنا فنظبطهم متلبسين هم والراس اللي بيتحركوا. اتفضل. العفو يا فندم. اشرب يا راجل، انت بقيت واحد مننا خلاص. مين كان يصدق يا ابراهيم؟ فعلا يا بيه، من فرنسا النصاب العالمي اللي كان مدوخ حضرتكم يصبح بقدرة قادر ضابط كبير قد الدنيا. احنا اخترناك بالذات لانك نبيه وفهلوي وشجاع، وفي نفس الوقت متأكدين انك بقيت انسان شريف ومواطن صالح. البركة في ابني، من يوم ما فقد بصره انا قلت ربنا عماه علشان ينذرني فبطلت الاجرام. الحمد لله بكسب دلوقتي من عرق جبيني، وكل همي اخد منكم ال2000 جنيه المكافأة علشان اعالجه ورد له بصره. ان شاء الله هيتحقق املك. ولازمتها ايه بس الفضيحة دي يا سعادة البيه؟ اصول الشغل يا ابو خليل، ما انت سيدي العارفين. ومراتي انا حلفت لها على المصحف انها هتوب، وحمدت ربنا انها هتعيش بلقمه حلال، هتقول ايه دلوقتي؟ المهم لما نقبض على العصابه وصورتك تظهر في الجرايد ومكتوب تحتها البطل، رمز الشجاعه والتضحيه، ولو دخلت العصابه وما خرجتش، يعني بالعربي لو ذبحوني برضه هتنشروا صورتي وتحتها البطل رمز الشجاعه والتضحيه؟ ابدا. هتكفوا على الخبر مجور، هموت وافضل في نظر مراتي وابني مجرم خاين للعهد. عاوز ايه يا ابراهيم؟ مراتي لازم تعرف من دلوقتي. احنا خايفين عليك. مراتي هتخاف عليا اكتر منكم. اسمع الكلام، امال يا ابراهيم؟ انت عارف الستات كويس. انا ضامن الست بتاعتي، يا كده يا بلاش. انزل يا ابراهيم شوف مراتك وابنك. صح. وترجع لنا بعد ساعة. ساعة مش أكتر. هيحصل. إبراهيم مالك؟ ليه كده يا إبراهيم؟ ليه كده؟ في ايه يا فندم؟ ما تخافيش يا فندم، البوليس ما بيدورش عليا. اللي في الجرنان ده مش مظبوط. البوليس متفقوا اياي اساعدهم علشان يقبضوا على العصابه اللي بتهدد الناس. صدقيني يا فندم، انا حلفت لك ان همشي مستقيم وانا عندي وعدي. صورتي دي علشان وهموا العصابه ان انا مجرم بحق وحقيقه.
وليه يا ابراهيم كده؟ ما كنا عايشين في امان الله. عشان حسن ابني هقدر اعالجه يا فاطمه. هيدوني مكافاه 2000 جنيه. ده سر بيني وبينك ما يطلعش عليه حد ابدا. قدامي نص ساعه ما فيش غيرها. حسن فين؟ جوه. حسن بابا. حسن حسن مش تحاسب يا حبيبي. كنت فين يا بابا؟ غبت عليك امبارح معلش سامحني. اصل طبقت النبطشيه ويا دوب مودي التاكسي الجراج. انت بتتعب قوي يا بابا. بتعب؟ يا سلام. امال لما عجز هتعمل ايه؟ يا ريت نقدر اشتغل واساعدك. هتشتغل يا حسن. ايوه هتروح المدرسه تاني وهتكمل تعليمك وهتاخد الشهاده الكبيره وتبقى مهندس قد الدنيا. انت مش عاوز تطلع مهندس؟ بابا هيجيب لك الفلوس يا حبيبي عشان تعمل العمليه. العمليه عايزه فلوس كتير قوي يا ماما. انا مسافر الصعيد النهارده، اصل عندي حته ارض هناك هبيعها وبالفلوس هعالجك وان شاء الله هتخف وترجع زي ما كنت واحسن. هتقعد في السفر قد ايه يا بابا؟ هيا بابا. مش عارف يا حبيبي لحد ما الاقي المشتري وابيعها وارجع لك على طول. هتوحشني قوي يا بابا. وانت كمان يا حسن هتوحشني قوي يا حبيبي. اشوفك بخير يا ابني. ماشي دلوقتي؟ ايوه. مع السلامه يا بابا. الله يسلمك. المأمورية دي هتاخد قد ايه؟ معرفش انا وظروفي. خد بالك من نفسك يا ابراهيم. فاطمة لو مرجعتش وصيتك حسن اعملي له العملية. ما بلاش المأمورية دي يا ابراهيم، انا قلبي مش مطمن. لا يا فاطمة انا في ديب حياتي ويشوف الدنيا تاني. هدفع المبلغ واخلص. اهم دلوقتي طالبين 6000 جنيه. لا مش مهم، ان ما كانش معاك المبلغ احنا مستعدين. انا شخصيا تحت امرك، اطلب اللي انت عايزه. انا خايف البنت يجرى لها حاجه. ما تخافش، لو دفعت هيردوها لك سليمه. ما حدش اتصل بيا لحد دلوقت. هيتصلوا اطمن، بس زي ما قلت تديهم الفلوس. بس اوعى تدي خبر للبوليس. البوليس؟ وانا اتجننت؟ تليفون يا باشمهندس. مين؟ معرفش، ما قالش اسمه. الو هما؟ ايوه. ها. الو 6000 جنيه. عارف هدفع. المفروض اللي بيكلمك دلوقتي فرانس بيحدد لك بكره اخر ميعاد للدفع. في حد من اعضاء الجمعيه جنبك؟ كويس قوي. انا عايزك تتقن دورك وتضطرب كان بنتك فعلا في خطر. ال 6000 جنيه هبعتهم لك البيت الليله دي. اكتب بقى العنوان ده. لحظه واحده من فضلك. ايوه قلعه قايد باي. هتعمل صياد. الميعاد بكره الفجر الساعه 5. حاضر هكون موجود في الميعاد بالظبط. الو وبنتي امتى هترجع البيت؟ كويس قوي الربكه دي، خليك على كده. بعد ساعه يعني الساعه 6 هتكون عندي. طيب قلعه قايد باي عامل صياد. Thank you.
انا كنت فاكركم بوليس. لما انتوا زملاء ما قلتوش من الاول ليه؟ كنا نتفاهم مع بعض. وفرتوا علينا الضرب والركب والرصيات والجاري ده اللي قطع نفسنا. حقك عليا يا ابو الزمل، انا قرصت عليك حبه. معلش تعيش وتاخد غيرها. فين الفلوس؟ فلوس؟ فلوس ايه؟ فين الفلوس؟ رد يا بجم. وبعدين بقى بقول لك رد. بس انت هو فين الفلوس؟ الفلوس وهم بيجروا ورايا. انا زغت منهم وحطيتها بين السطور. مش عايز تطلع الفلوس؟ اصلا انت هتدقر معايا، الوقت بيروح. ان ما لحقت زميلي قبل الدور هيذبح البيت. فين الفلوس يا اخي؟ صدقني انا ما بكدبش ابدا. ما بتكدبش ابدا. اسمك فرانس وزميلك اسمه ايه؟ عمري، مش كده؟ ما تستعبطش عليا، انت ديتك موس في الغويط. عمري فين؟ انا ما اعرفش حد بالاسم ده. وخليه يوصل البنت لأهلها. أروح له بنفسي أشوفه عمري ولا لا؟ قول لي العنوان. قول. ستة شارع السوائي، الدور الرابع، الشقة اللي على الشمال. وصل الظاهر. هو انا طالع فوق السطح وبقابله انت. موجود؟ مفيش حد هنا اسمه عمري. انا جاي من طرف فرنسا، فأمرت البنت. ايه
هانس كان خايف يتأخر عليك وتذبح البنت. انت متفق وياه على كام؟ يعني ما قالكش بعتك بس عشان تطمن على صحتي؟ خد ادي 20 جنيه. نعم 20 ايه؟ قط حصك لحد يسمعك. انا متفق على 10 رقات، 100 آيف ما يخصوش ملين، ولا يعني 100 جنيه كتير عليا، وهو تلاقيها فيفلو الشغلانه دي 1000 ولا 2000. يا حسرة، ده البوليس كبسوا. كبسوا؟ ما تخافش نفد منهم، بس لا حصل 1000 ولا 2000، وانا اللي دبرت لك المبلغ بالتيله. انت مين؟ انت من اهلك يا اخي؟ هتحقق معايا ولا ايه؟ حط الفلوس في جيبك ورجع البنت لاهلها وصب ساكت. في خطر ومش هنقدر نعرف مكانه. بخصوص المكافأة اللي أعلن عنها البوليس، الـ2000 جنيه. أيوه، هنرشد عن فرانس ولا هنسلمه؟ لا دي ولا دي. هشغله ويانا؟ لا، اقتلوه. شايف إنه خسارة، ينفعنا؟ بالعكس، موته أكسب لنا. إزاي بقى؟ أقول لك دلوقتي، هو المجرم اللي بيهدد الناس واللي كل الناس عارفينه. لو احنا عملنا شغلانه، انظار البوليس هتتجه اليه، هيدوروا عليه مش هيلاقوه. اقتلوه طوف الصحراء. مع السلامه. استني، ايه؟ عاوز اكلمك في موضوع. موضوع ايه؟ إيلين. إيلين؟ اه. عايز تقول ايه؟ مصمم برضه تدي لها المبلغ؟ وانت مالك انت؟ انت بتحاسبني؟ لا مش بحاسبك ولا حاجه، بس شايفك اليومين دول يعني تماديت زياده شويه في حبها. حب ايه يا ابني؟ انت لسه صغير. انا ما بحبش في الدنيا ابدا. انا حبي الوحيد دول اللي بحبهم. طب خلاص، وفر ال 5000 جنيه خساره فيها. مش خساره. إذا أنا دفعت لها 5000 جنيه، يبقى أنا هكسب من وراها 50,000. ده موضوع كبير. متقوليش أنت الموضوع ده. هتعرفه بعدين. ألو؟ صافي. طب انا مش هطول عليك، الاحسن يطب على غفله. الامانه جاهزه. هتيجي امتى؟ مستنيكي. رفوار يا شيري. ايه يا شيري 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 شيري.
سوسه الرابسه. علشان هياخدوا الجاروف ويتحطوا في الصحراء. إن شاء الله تكون عرفت العنوان. أديت الفلوس لزميلي، شفت بقى إنه مش عمري؟ يلا بينا. حلو على فين؟ هنتمشى شوية بره. هتسلموني للبوليس عشان تاخدوا المكافأة. مش عيب تخونوني. ملح وداب الشايب كم سب. جهزوا نفسكم، هننقل على الوكيل القديم قبل ما يقل عقله يبلغ عننا. مش عيب. معقول حد يبلغ عن زملاته وولاد كارو؟ معقول اسلم زملاتي للبوليس
البوليس اللي رماني في السجن 10 سنين، ويا ريت هرميكم في السجن اللي هيلف حوالين رقبيكوا حبل المشنقه. لو كنتوا هلافين كنا نقول اه تستحقوا الشنق. بس ما اقول له ايه حتى الاول. سيبه يتكلم. اه سيبني. تعرفوا انا ما رضيتش اهرب ليه؟ لانكم عيال كويسين ومجدع، وخصوصا مصطفى، بس صعبانين عليا قوي لانكم مرمين في سجن مؤبد، وهم الراجل بتاعكم يغضب على واحد فيكم يحكم عليه بالاعدام وزميله في حطله في الصحراء علشان يتويه. انتوا عايشين بتعملوا ايه؟ بتهببوا ايه؟ هي دي عيشه دي اللي انتوا عايشينها؟ تعرفوا مين اللي بيتمتع بحياته؟ ستكم وتاج راسكم. وده مين تاج راسنا ده؟ اللي بيستكردك يا بجم، اللي بيشغلك يا حجر. انتوا ازاي سايبين عمالي بس فيها النصاب؟ مطلوب ساكت بقى. انا شايف يا درش انك انت الوحيد اللي بتستلقى المعلومات وبتسلم المحصول. بذمتك ما بتصعبش عليك نفسك وانت واقف قدامه زي العبد الذليل. انا عمري ما وقفت قدامه، عمري ما شفته ولا حد فينا شافه. يبقى هو ربنا بتاعكم، يشوفكوا ولا تشوفوهوش. يعني لو قدر الله واتظبطتوا كده في شغلانه تروحوا في شربه ميه وهو قاعد فوق في العلالي حاطط رجل على رجل، مش كده ولا لا؟ ما تتكلموا، ما تنطقوا. الراجل ده واكل عليكم فلوس كتير. معلش انا هعوضها لكم. احنا هنستنى لما يكلفنا بعمليه جديده وناخد المحصول ونوزعه على بعض بالعدل. انا زي مصطفى زي اي واحد فيكم، هناكل ونتبسط ونتمتع بالدنيا. خلاص وانا باخوكم. اوعوا تسمعوا كلامه، ده بيعمل كده عشان يهرب من الموت. انا مش هرد عليه، مصطفى هو اللي هيرد. كان يقدر يهرب ويشتغل لحسابه، لكن رجع عشان ينبهنا لحاجات كتير كنا غفلانين عنها. كل كلمه بيقولها هي عين الصواب. احنا بناخد ملاليم وعايشين عيشه الكلاب، محرومين من الدنيا. على العموم احنا عرفنا بعض بالمعروف نتفرق بعض بالمعروف. خدتوا فلوسي واديتوها للي ما يستحقش، لكن انا هعرف اعوضها لنفسي. وخليكم انتوا زي ما انتوا. سلام عليكم. فرانس. ايوه يا درش. هتستنى ويانا على طول. حقك علينا، وادي راسك. كل واحد يبص على راسه. سايبين حافظ قاعد لوحده ليه؟ النهارده مكشر قوي على غير عادته، مش حافظ يقعد مع حد. صباح الخير. صباح الخير. حافظ بيه ما جاش لسه؟ اهو قاعد هناك اهو. متشكر. شوفوا ماله والله يا رشاد. يكونش وصلوا جواب من العصابه؟ ايه العصابه؟ صباح الخير يا حافظ بيه. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. اه رجعت امتى؟ لسه واصل دلوقتي. فعلا مدام الين كانت في مصر. لوحدها؟ لا مع جوزها. لسه راجعين دلوقتي، ركبت معاهم في نفس القطر. كانوا بيعملوا ايه في مصر؟ بيتفسحوا وبيشتروا ذهب ومجوهرات. الظاهر هيهربوها وهم مسافرين. مسافرين على فين؟ اوروبا. مش عرفك؟ امبارح راحوا شركه طيران وعرفت انهم حاجزين محلين وهيرحلوا بعد اسبوع. يا جورج. الو. كومون تي اوز دي فيرمي لي تليفون. الو كاسكو جي دو فير. Il faut lui donner de l'espoir jusqu'à la fin. Il faut pas qu'il sache que nous partons. Et qu'est-ce que je vais lui raconter alors? Téléphone lui. Et lui dire quoi? Que mon mari était là. Et après? Que il vient de partir. Et après? Téléphone lui. الو حافظ حبيبي انا ما قدرتش ارد.
ارد عليك على التليفون عشان جوزي كان واقف جنبي. هجيلك حالا دلوقتي. اتوت اليرمو نامور. كم ساعة؟ إلين إيه الغيبة الطويلة دي كلها؟ أنا كنت حموت، كنت حنتحر. حافظ أنا عارف من غير ما تقولي. ضحك عليكي، خد الفلوس ومرضيش يطلعك. لا يا حافظ خلاص، لا هيطلقني كمان جمعة. ما تصدقيهوش، أنا حظي وحش. أنا كنت بجهز نفسي علشان أسافر معاك نقضي شهر العسل في أوروبا. رحت الباسبورتات، بالصدفة جوزك لقيته هناك. لما سألت بيعمل ايه قالوا لي بيطلع باسبور علشان يسافر. انا قلت يمكن هيسافر لوحده بعد ما يطلعك، انما عرفت انك مسافرة معاه. شفت صورتك الحلوة دي جنب صورته في الباسبور، حتى بالأمارة مطلعين فيزا وحتروحوا فرنسا، مش كده يا شيريه؟ هو غصب عليا يا حبيبي، حددني يقول لكل الناس انا في حاجه بيني وبينك، فانا خفت عشانك على اسمك ومركزك. يا حياتي يا إلين، يا حياتي، الاقي فين واحده تحبني الحب ده كله؟ وهتسافروا امتى؟ يوم الاربعاء. يعني بعد 3 ايام. مش ممكن اسافر واسيبك، هموت نفسي. لا يا حبيبتي لا، اوعي اوعي تضحي بنفسك، ده انا كنت احرق روحي. سافري وتمتعي وانا هعمل كل جهدي علشان احصلكوا على هناك. ودلوقتي بقى مع السلامة، لحسن بعدين جوزك يجي ويعمل فضيحة. يلا يا ستي، بس أرجوكي أول ما توصلي فرنسا تبعتي لي العنوان بالمظبوط. روفار من أمور. روفار شيري. لازم ننفذها الليله او بكره بالكتير. بس اللي بتعجب له اول نوبه الراجل ما يرسمش خطه من خططه الجهنميه، كل اللي بعت يقولوا اذبحوا الخواجه ومراته واستولوا على الذهب والمجوهرات وخلافه. جرايه يا مصطفى، يا دي اول مره هنقتل فيها ولا ايه؟ لا بس لازم يكون فيه رسم نمشي عليه، ولا انا عايز دم الخواجه ومراته يعصنا ونروح بلوش. احنا لازم ننفذ كلام الراجل بالحرف الواحد. جرايه يا جماعه، العمليه دي مش لحسابنا، خلاص نسرق الذهب والمجوهرات ونقلع، ولا نقتل ولا نذبح. يا جماعة يا الراجل قلبه علينا وبيفكر لصالحنا، لازم نقتل الخواجة ومراته عشان لما البوليس يحقق في السرقة ما حدش من الاتنين يحط منطق. تمام يا باشا، نقتله وننزل بالبضاعة بالنا ري. ونقتلهم ازاي؟ هنا العقدة. عرفتوا انكم ما تقدروش تستغنوا عن الراجل؟ بعدين انتوا احتاستوا اهو. ساكت ليه يا سي فرانس؟ يا حادر يا فهلاوي، ما تورينا كراماتك يا اخويا، ولا بس لسانته كده وهلضمة على الفاضي. انتوا عاوزين تقتلوا الخواجه ومراته؟ اه،
ونسرق المجوهرات والذهب وخلاف. المسألة بسيطة خالص. اتنين يخرجوا، واحد يعمل ضابط والتاني عسكري، ويطبوا على الخواجة ومراته في عز النهار. في عز النهار؟ تعال بقى خلي واحد يعرف يتكلم. بونجور يا خواجة، احنا بوليس. الليلة في عصابة هتاخد اجلكم، ما تخافوش. احنا هنعمل كمين عندكم هنا في الشقة لغاية ما نقفشهم. فين الذهب؟ فين المجوهرات؟ فين خلافه؟ بالطريقة دي هنعرف كل حاجة فين بالسهل، وبالليل حسب الساعة الفلانية هنطب عليهم بربطة المعلم في الشقة على اننا البوليس اللي هيعمل الكمين. بونسوار مدام، بونسوار مسيه. الخواجة ومراته هيفتحوا لكم الباب وياخدوكوا في اهلا وسهلا. تقفلوا الباب وتعملوا اللازم. اورفار اورفار. اسم الله عليك، والله ما في منك ابدا. حق يا جدعان، رسم ما يخرش المرة. بلاش تضيع وقت، شوفوا مين فيكم هيعمل ظابط روحي عن الشقة. جورج موجود؟ لا مش موجود. على العموم مش مهم، اسمحي. بقى مدام البوليس بلغوا ان في عصابه هتطب عليكم الليله وتسرقكم. تسرقنا؟ تسرق ايه؟ احنا ما عندناش حاجه، احنا مسافرين. ليه؟ مفيش ذهب؟ ذهب؟ ولا مجوهرات ولا فلوس ولا خلافه؟ ابدا ابدا. طب قولي لي مدام، مفيش عداوه بينكم وبين حد؟ مدام. لا مفيش. لا فيه مدام، الظاهر ان في واحد بيكرهكوا قوي، لانه مش عاوز يسرقكوا بس، عاوز يذبحك انت وجوزك. مونديو سان كريمينال ستين بونجي من بابان فرسا. مين ده مدام؟ الكلب المجرم، كل ده عشان عايز يطلع من جوزي. ومين ده مدام؟ حافظ امين. بيشتغل ايه؟ بيشتغل مقاول. ها؟ مقاول. مقاول. وساكن فين؟ 11 شارع رد. اطمني يا مدام، ما تخافيش، احنا رجال البوليس هنحميكم منه ومن امثاله، وهنقبض عليه هو وعصابته. اسمحي لي التليفون. اتفضل. الو المحافظة، قديم مباحث العامة من فضلك. افندم مين؟ الرائد نبيل سعد. ابراهيم ينصر دينك، بتتكلم منين؟ بتكلم من شقه الخواجه جورج راؤول. لا يا فندم، العنوان مش مظبوط زي ما قلت لي، اكتب عندك. استنى ابراهيم. ايوه. ها؟ والمدام الله يسترها نورت لنا الطريق، قالت لي ان في طار بايت بينها وبين واحد اسمه حافظ. حافظ امين. حافظ امين. حافظ امين؟
دي معلومات تهمنا خالص. ها كمل. على العموم انا طمنت المدام وهطمنها اكتر دلوقتي. هفهمها معايا يا فندم؟ معاك قوي يا ابراهيم، قول. هفهمها ان العصابه هتطب الليله الساعه 11 11 بالظبط علشان تذبحهم وتسرق الذهب والمجوهرات وخلافه. وطبعا في قوه من البوليس هتوصل قبل منهم علشان تعمل كمين وتظبطهم متلبسين. طبعا يا ابراهيم طبعا. ها واذا حبيت سيادتك معلومات زياده انا موجود هناك 72 9 79. ايوه فاهم فاهم، ده تليفون العصابه. صح. عندي سيادتك اي تعليمات يا فندم؟ متشكرين قوي يا ابراهيم، وانت هتكون مع العصابه طبعا. ربنا معاك يا ابو خليل، مع السلامه. اطمني يا مدام. في قوه من رجال البوليس هتيجي هنا من بدري وتستخبى في الشقه. العصابه الساعه 11 هتطب، افتح لهم الباب. ما تخافيش، كله بعد كده هيجي كلابوش. ارفار مدام. ارفار. ها. ازاي الحال؟ كل شيء تمام. امال ايه الاخره كده؟ وصول الشغل يا خفيف. ايوه بس انت اتاخرت نص ساعه. صراحه اصل خواجه حلت في عيني، رقعتها رمش وانا واقف بره زي اللطخ. ثانية واحدة يا عطا، اتفضلي يا ست هاني. اتفضلي. ابراهيم بابا. لا يا حبيبي ده مش بابا، أنا بس غلطت في الشبه، بابا لسه مسافر. لو كنت ابوه صحيح كان شبط فيا. ايوه 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 حق يا ابني، كنا وقعنا في حته دي مطب، انما ربنا ستر بقى. ولادة عليها قلب زي الفلان. تصور يا درش، اول ما دخل على الوليه الخواجيايه راح عامل اللازم، وقبل ما يخرج راح رايحها حته دي الرمش. دي حاجه كده على الماشي. ايوه ايوه اخويا ايوه ايوه. في ايه يا سيدي؟ دخل عليكم بالحنجل والمنجل وفضل يحط دابيس في الراجل بتاعنا. قال ايه؟ لازم تشتغلوا لحسابكم. هتتكلم في ايه؟ ابراهيم بسلامته طلع بوليس. بوليس؟ قصدي اقول مرشد بوليس. يا نهار اسود، ازاي عرفت؟ طمني يا فرانس، ايه الاخبار؟ كله تمام. وتفتكر الواحد مننا يطلع في الشغلانه دي بكام؟ 1000 جنيه؟ 1000؟ قول 2000 3 كم؟ بصحتك. طب اسمع. ايوه. تخطف رجلك حالا. على فين؟ تشوف الست دي وتتاكد اذا كانت صحيح مراته. ودي اعرف عنها ازاي؟ تسال في عياده الدكتور، اتصرف. طب اطلع عند اهلي شمعة من فوق. Thank you.
حصل؟ شفت كل حاجة. فرانس كان حيودينا في داهية. اطلع بينا بسرعة. مساء الخير. مساء النور. أنا مخبر في المباحث. اللي شفتيني مع إبراهيم في الأسانسير. حتى ساعتها كنت لابس بارد عسكري. ايوه تفضل. متشكر. خير؟ في حاجة؟ ايوه. العصابة عرفت ان ابراهيم مرشد للبوليس. وفين ابراهيم؟ جرى له حاجة؟ ضربوه بالرصاص. مات؟ بابا 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 مات. تعال يا حبيبي تعال اقعد هنا. ابوك ما ماتش، هو دلوقتي في المستشفى. ما كانش مسافر؟ لا يا حبيبي، كان بيضحي بحياته عشان يجيب لك الفلوس اللي قالك عليها ويعمل لك العملية وتشوف الدنيا تاني. هو طالب يقابلك حالا. فين المستشفى؟ مستشفى المواساة، وانا هستنى معاه لحد انت ما ترجعي. لا انا هروح وياك، لازم ازور بابا. لا 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 يا حبيبي، لا 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 لا، هو عارف انك انت تعبان وبيخاف عليك من الهوى، عشان كده ترجعني ابعت له والدتك واستنى انا معاك لحد هي ما ترجع. يلا من فضلك بقى، مفيش وقت. فوق في ضيف عايز يشوفك. حسن حسن بابا حبيبي يا ابني بابا حسن ما مربطينك كده ليه؟ سامحني يا حسن، انا كنت بأدي واجب وكنت عارف انه هيكلفني حياتي. يا حبيبي يا بابا، هم عاوزين منك ايه؟ دلوقتي هتقول لنا على كل حاجه، هتتكلم ولا لا؟ حول البوليس عارف الوقت ومراقب التليفون. مراقب مين فينا؟ الراجل الكبير. يعني وديتك لنا في داهيه، احنا لازم نقتله ونقتل ابنه كمان. لا ابنه معروف، موتونا ادفنونا في الصحراء، بلاش هو، حرام عليكم. يلا يا رجاله، خد الواد والسلاح وطيران على الوكر القديم. وده هنعمل فيه ايه؟ هنسيبه هنا لحد ما نشوف الراجل بتاعنا هيقول ايه. الراجل من ساعتها قال يقتلوه واحنا ما سمعناش كلامه. معلش لازم نديله خبر، مش عاوزين نتورط اكتر من كده. انا هستنى معاه. محدش هيستنى معاه. قلت هستنى معاه، انا عارف الراجل حاول يقتلوه ومحدش هيقتله غير انا. يلا بينا. بابا حسن غريب، الساعه 11:30، يمكن يكون لا حد من رجالتنا هم طالعين. مش معقول. لو كان حصل اي حاجة كان ابراهيم اتصل بينا. مش يا جوز مش قادر. ايه
في ايه؟ مين اللي كسر ازازه؟ الشمعة بالعربية أوام. أنا مش هقتلك بالمسدس ده. لا. أنا هشرحك حتة حتة. خلي البوليس ينفعك بس يا فرانس. يقتلوني ويرموني في الصحراء مش كده؟ أنا مش فاهم حاجة أبدا. حضرتك مين؟ أنا فرانس. فرانس؟ ما تستعبطش عليا لحسن أحفظ بيك الأرض. فين الوكر قديم أنت؟ أنا يا ابني لا أعرف قديم ولا جديد. يظهر حضرتك غلطان في العنوان. مش سيادتك حافظ أمين؟ أيوه. المقاول الكبير؟ مظبوط. إزاي الخواجة راؤول ومدام إلين؟ أنت رئيس العصابة. عصابة مين يا ابني؟ عصابة مصطفى يا أبوي. وسليم يا جدي. وسمعة وجاسر وزناتي. أنا بقى مش فاهم حاجة أبدا. ابن حيموت، رجالتك خطفوه. دلنا على الوكل القديم قبل ما أخلص عليه. يا فندي أنت. يا فندي أنا راجل مجتمع، أنا صاحب مشروعات خيرية. أنت كلب ولا تسوى. ابني فين؟ أنت اتكلم. افتح. انت لسه هنا؟ فرنسا هرب زمان، رايح يجيب البوليس وهو قبض عليك، ده عارف انك رئيس العصابة. فرنسا فين الوكل القديم؟ في الملاحات. فين حتة بالظبط؟ عند كيلو 16. قدامي انت اهو، قدامي.
كلموا شمعة اتأخروا، النهار طلع ولسه ما جوش، يكونوش اتقفشوا. مش معقول. أمال راحوا فين؟ لازم بيقوموا بالواجب. واجب إيه؟ بيحضروا جنازة إبراهيم. أفراد العصابة اللي موجودين في العشة يخرجوا رافعين إيديهم فوق. أفراد العصابة اللي موجودين في العشة يخرجوا رافعين إيديهم فوق. البوليس بيكلمكم. البوليس بيكلمكم. ارموا السلاح اللي في ايديكم واطلعوا برا. مفيش داعي لاستعمال السلاح. قوات البوليس محوطاكم من جميع الجهات وتقدر تقضي عليكم. ودي عينة من اللي ممكن نعمله. وجاسر وزنات سليم وشمعة والراجل الكبير بتاعكم انقبض عليهم. كل اللي مطلوب منكم انكم ترموا سلاحكم وتسلموا الولد اللي معاكم. سلموا الولد وسلموا نفسكم وانا اعدكم بتخفيف الاحكام عليكم. كل المصايب دي جايه لنا بتاعت رسول الله ده، فاحنا نقتله ونخلص منه. زناتي ما توديناش في داهيه، كفايه المصايب اللي احنا فيها. زناتي ابني، ابني قتلوه. هدى اعصابك يا ابراهيم، مش معقول يقتلوهم في موقف زي ده. محدش هينقذ ابني غيرك. انا؟ ايوه انت، انت راجلهم الكبير، تروح لهم وتجيب لي الولد. ما قلت لك دول ما يعرفونيش. دول يعرفوا بتاع السجاير بس. انت لسه بتتلامط؟ انا ما يكفنيش ابني 10 زيك. ان ما رحتش انا هفرغ في راسك المسدس ده يا فندي. اصل طيب هروح لهم.